بهدف رفع كفاءة كل الفئات العاملة بمجال التحاليل الطبية لمساعدة المعامل في الحصول على اعتماد الجودة للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تم تدشين أول منصة رقمية من نوعها في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا متخصصة في نشر المعرفة بمعايير اعتماد معامل التحاليل الطبية والتدريب عليها بل وإتاحتها مجاناً. كي نمكن هذه المعامل ونمكن العاملين فيها من فهم المعايير وتطبيق المعايير ومتابعتها، عملنا هذه المنصة ووضعنا عليها كل المعايير وكل شرح المعايير وكل التطبيقات عملية ونظرية لكي يستطيع هؤلاء العاملين وهؤلاء المهنيين وهؤلاء المتخصصين أن يدخلوا عليها مجانا بدون أي تكلفة، ويستطيعوا أن هم يدرسوا هذه البرامج وهذه الكورسات، وسنمنح أيضا شهادات، وهذه الشهادات ستكون شهادات معتمدة بالنسبة لهم، ودي هتبقى فرصة تعليمية كبيرة جدا لآلاف من الذين يعملون في هذا القطاع الهام جدا جدا، وهو قطاع المعامل اللي بيتوقف عليها تشخيص أكتر من 66% من التشخيص الطبي بيتوقف على نتائج هذه المعامل. إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مجال المعامل الطبية بما تتيحه من برامج تدريبية وتعليمية لمقدم الخدمة للتعرف على متطلبات المعايير والوصول بالأداء إلى المستوى الأمثل الذي تطبقه منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. هذه المنصة هي منصة تفاعلية بتقدم الخدمات التدريب بحيث انه ما يحتاجش يجي يتدرب في الهيئة هنا او ان الهيئة يروح حد من الخبراء يدربه في مكانه، لا، هي بتشرح له المعلومة وبتوريه عمليا ازاي يطبق المعايير دي في فيديوهات متصورة في معامل بالفعل وبشكل شيق، شكل يخلي الموضوع سهل، ما فيهوش الملل بتاع عمليات التدريبية. يبقى عندنا مجموعة من الخبراء موجودين على مدى 24 ساعة بيجاوبوا على أسئلة المجتمع المعامل الطبية من أطباء وفنيين وكيميائيين. الخبراء دور من جوه مصر ومن خارج مصر هيردوا على كل التساؤلات الخاصة بمجتمع المعامل الطبية. الخدمة الثالثة ان احنا هيبقى فيه وسيلة للتواصل وتبادل الخبرات بين مجتمع المعامل الطبية من الأطباء عشان نقدر ان احنا نتبادل الخبرات، يبقى فيه أسئلة معينة والردود على هذه الأسئلة. إطلاق أول منصة تفاعلية رقمية لاعتماد معايير المعامل الطبية خطوة مهمة ستنعكس بشكل إيجابي في توفير خدمة علاجية مجودة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. محمد حلمي، التلفزيون المصري.